تلوح في الأفق سحابة قاتمة من بعيد، حيث يدنو سرب من الجراد الصحراوي وهو على أهبة الاستعداد لالتهام كل ما يقع في طريقه من النباتات. هذا ما كان يخشاه الملايين بين عامي 2018 و2021 بعد أن ضربا إعصاران المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن في عام 2018، تاركين خلفهما أراضٍ خصبة لعشائر وتجمعات الجراد لتتكاثر فيها وتزداد أعدادها 8000 ضعف، ومع قدرة كل كيلومتر مربع من الجراد على استهلاك نفس كمية الغذاء التي يستهلكها 35000 شخص، بات الوضع حرجاً. انتشر الجراد بسرعة، وكان له تأثير شديد في منطقة القرن الإفريقي الكبرى واليمن وجنوب غرب آسيا، بينما كان يهدد منطقة غرب إفريقيا. كان من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذه الحشرة والسيطرة عليها، وعلى ذلك تم إطلاق الاستجابة العالمية لحالات طوارئ الجراد الصحراوي، حيث جمعت 243 مليون دولار لدعم الإجراءات بين عامي 2020 و2022، وبفضل دعم أكثر من 33 شريكاً إلى جانب المساهمات البارزة من قبل البلدان، استطاعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن تتدخل لتنسيق الجهود والتصدي لفورة الجراد من أجل حماية سبل عيش المجتمعات المتضررة. ساعدت الاستجابة على اتخاذ إجراءات عاجلة في منطقة جنوب غرب آسيا، مما سمح للبلدان بالقيام بمكافحة الحشرة على وجه السرعة بحلول أواخر 2020، وتم تنفيذ الإجراءات الاستباقية، كما تم تعزيز قدرات الاستجابة السريعة لمنع غزو الجراد لغرب إفريقيا في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي الكبرى. وجد الجراد الصحراوي أراضٍ مناسبة للتكاثر في الصحراء الشاسعة والمناطق النائية، ومع اقتران ذلك بالظروف الجوية السيئة وعدم استعداد المقاطعات في البداية، فقد شهدت المنطقة بعضاً من أكثر التأثيرات المدمرة الناجمة عن الجراد الصحراوي، حيث كانت عملية تكاثر الحشرات في الغالب خارج نطاق السيطرة. بذلت جهود هائلة لتحييد التهديد، فطوال الأزمة حلقت 27 طائرة لمعالجة أكثر من 5 مليون هكتار من المناطق المتضررة، وتم تدريب حوالي 3,800 شخص على المكافحة الأرضية للجراد الصحراوي باستخدام 162 مركبة و6,6 ألف آلة رش. أدت الاستجابة العالمية للجراد الصحراوي من قبل منظمة الأغذية والزراعة إلى توفير 4.6 مليون طن متري من الحبوب و900 مليون لتر من الحليب، وإلى تجنب خسائر اقتصادية فادحة قدرت ب 1.8 مليار دولار، الأمر الذي عمل على حماية حوالي 41.5 مليون شخص فعلياً من انعدام الأمن الغذائي. وخلال الأزمة شجعت منظمة الأغذية والزراعة البلدان على منع حدوث الأضرار الجانبية أثناء مكافحة الجراد، وتم ذلك من خلال تعزيز القيام بتسجيل المبيدات الحيوية للآفات ومنظمات النمو الحشرية في البلدان المتضررة. وقد سمح اتباع هذا النهج لبلدان مثل الصومال بمواجهة اندلاع فورات الجراد وزيادة أعداده المفاجئة باستخدام المبيدات الحيوية للآفات ومنظمات النمو الحشرية فقط، في إطار حلول ريادية أكثر أماناً على نطاق واسع. إذ طلعت الهيئات الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بالقيام بدور محوري في مساعدة البلدان على التصدي لفورات الجراد وزيادة أعداده المفاجئة من خلال توفير التنسيق الإقليمي والمساعدة في تطبيق نظام التثليث في حركة المعدات.
خلال حالة الطوارئ، عززت منظمة الأغذية والزراعة وشركائها القدرات المؤسسية للبلدان، وبالتطلع إلى المستقبل من أجل حلول طويلة الأجل، فقد تم في السودان إنشاء مركز إقليمي للتدريب حول إدارة الجراد، وفي الصومال تم بناء مركزين وطنيين لمكافحة الجراد، ويجري بناء 5 مراكز في اليمن. وبحلول نهاية عام 2021 بعد حملة المكافحة الطويلة، تم القضاء على فورة الجراد التي اندلعت في شرق إفريقيا واليمن. ويواصل نظام الإنذار المبكر العالمي مراقبة ورصد الطقس والظروف البيئية وحالة الجراد بشكل يومي لتقديم التوقعات في الوقت المناسب للبلدان المتضررة، وكذلك المجتمع الدولي لمنع حدوث تفشيات الجراد في المستقبل. تفشيات الجراد هي أحداث دورية، فإذا عادت وتكررت الظروف المثلى لتكاثر الجراد الصحراوي فستعود الدورة وتبدأ من جديد. وتعد جهود الإنذار المبكر والتأهب في البلدان عوامل أساسية في منع وتجنب الضرر الذي ينجم عن الجراد الصحراوي. ومن خلال التنسيق والخبرة والابتكار، تواصل منظمة الأغذية والزراعة دعم البلدان المعرضة للجراد لمنع اندلاع فوراته وزيادة أعداده في المستقبل.